بعد موجة التصعيد التي شهدها قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية المجتمع الدولي والأطراف الأممية بالتدخل العاجل لوقف التصعيد في القطاع ومنع تجدده وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية والتي عقدت اليوم في مدينة رام الله، إذ أكد شتية أن الحكومة ترحب بكافة الجهود المبذولة وخاصة المصرية لوقف إطلاق النار. وتطالب الحكومة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان وإمكانية ومنع إمكانية تجدده وتوفير الحماية الدولية لأهلنا في قطاع غزة. وتقول الحكومة أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام جرائم الاحتلال بحق المدنيين. إلى ذلك شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني والعمل بشكل موحد لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن الحكومة تريد القيام بواجباتها تجاه سكان القطاع وخاصة من تضرروا في موجة التصعيد الأخيرة، حيث أشار شتية إلى أن الحكومة ستسير مساعدات إغاثية وطبية للقطاع خلال الأيام القليلة المقبلة. 25 شهيد، منهم 3 أطفال وجنينين توفيا في أرحام أمهاتهم الشهداء أيضا، و25 جريحا منهم 10 الأطفال هم ضحايا التصعيد الإسرائيلي الذي ضرب فيما ضرب البنية التحتية المتهالكة أصلا في غزة. وشهد القطاع منذ فجر السبت موجة من التصعيد وصفت بالأعنف منذ فترة، انتهت هذه الموجة باتفاق يتحقق في حال كان متبادلا ومتزامنا، والتزمت فيه إسرائيل بتنفيذ التفاهمات المتعلقة برفع الحصار عن القطاع.